السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ما كاين لا الطبخ لا وصفه. اليوم ان شاء الله غندير معكم ماسك اللي هو مبيض ومقشر في نفس الوقت، وصدقوني يا البنات راه اقسم بالله العلي العظيم الى واحد الماسك رائع بكل معنى الكلمه. ومده هذه وانا كنستعمله، ونهار حصلت على النتيجه حطيتها لكم ان شاء الله وغادي نشاركها معكم. مرحبا بكم مره اخرى. ندوز المقادير ولفت المقادير، ندوزوا المقادير فعلا ديال هذا الماسك هذا، والطريقه كي غادي نحتاج فيها بياض ديال البيض. البيض من الاحسن يكون بيض بلدي، وغادي نحتاجوا ملعقه ديال بودره ديال الحمص، وغادي نحتاجوا ملعقه ديال العسل يكون حر. البنات العسل يكون حر، وممكن تضيفوا الحلبه يا البنات الا عندكم الوجه ديالكم يعني ضعيف، ممكن ديروا ملعقه ديال الحلبه تكون مديه. انا عندي الحنكات يعني ما كاينلاش ندير الحلبه، الا عندكم الوجه ضعيف ديروا الحلبه، راه حتى هي كتصفي البشره، غير هي ما تكتروش فيها بزاف حيت كدير الزغب ولكن ماشي بزاف. غادي ندير البياض ديال البيض، من الاحسن البيض يكون بلدي البنات ماشي رومي. البياض ديال البيض كيف ما كتعرفوا فيه شحال من الفوائد، ماشي بحال هاد الوصفه هذه ممكن يعني تخليوها مده 3 ايام 4 ايام. العسل من الاحسن يكون حر. صافي البنات هنا راه خلطتو مزيان، تنحصلوا على هذا القوام هذا. كيف ما قلت لكم الا عندكم الوجه ما عامرش ديروا معلقه ديال الحلبه بلديه، صدقوني يا البنات صدقوني راه اقسم بالله الا واحد الماسك خطير جدا كل معنى الكلمه. انا غادي نطبقه على يديا وعلى وجهي من طبيعه الحال، كيحارب التجاعيد. تجاعيد البنات راه ما كنوصلوا واحد لاج يعني 26 عام 27 عام كيبانوا فينا التجاعيد. من الاحسن الانسان يعني يحاربهم قبل ما يوصل داك العمر. لا بقيتي تا يكون وجهك مكمش بلا ما ديري والو، صافي استسلمي. من الاحسن تحاربيهم، ومزيان الكلفه البنات، مزيان نمشي للبنات اللي كيعرفوني وكيعرفوا وجهي، راه غادي يقولوا هذا هو السر ديال ملكه. صراحه الحمد لله ما كان فيا الكلف في الحباله ديالي، كان فيا الكلف ولكن يعني داويته غير بالمواد الطبيعيه بحال هكا. غادي نخليه يعني واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه قد ما بقى مزيان، يعني ما غاديش يضرنا حيت كل يعني اي حاجه فيها طبيعيه، ما كايناش شي مواد كيماويه. غادي نطبقوا على يديا ونطبقوا على رجليا ان شاء الله ونرجع معاكم. صافي البنات طبقتوا يديا مزيان ورجليا ووجهي، هتقولوا علاش الماسك يعني نديروا حتى رجليا، علاش لا تندير ديك البقيه كنديرها لوجهي، راه ممكن تحتفظوا بها البنات صدقوني. راه واخا نعيا ما نوصف لكم هذا الماسك هذا، يعني كلمه الشكر قليله بحقه، وضروري ما تجربوه. اي كيعالج جميع المشاكل ديال البشره. راه انا بعض المرات والله الا كنخرج بلا فونديتان بلا يعني كندير غير كخون الشمس صافي وجهي الحمد لله يعني عالجته. صافي انا غنخليه مازال واحد 5 دقائق ونغسل يديا ورجليا، راه كيلصق ولكن كيجبد الوجه صراحه. درت الوجهية دابا مكرهش نوري لكم ولكن للاسف ما علينا، المهم غير ديروه ما تضيع والو البنات، بالعكس الى يعني ما نفعكم ما غاديش يضركم. صافي انا غادي نصبر واحد شويه عاد نغسلو ان شاء الله ونوريكم يعني الشكل، نوريكم النتائج ديالو. راه ممكن ديروه يوميا البنات الى عندكم مشاكل بزاف في الوجه، اولا عندكم التجاعيد وديك التصبغات وديك الحاله ديال الصهير اللي كتكون تحت العين، ممكن ديروه يوميا 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 ما غيدير لكم والو ان شاء الله، غير شي حاجه يعني زوينه بزاف.
وغادي ديروا يوميا تصفي وجهكم، ولا كتبان فيه النتيجة ان شاء الله. موراها ديروه نهاريه، نهار لا تتوليو ديروه غير نهار في السيمانه، وغتوليو تشكروني عليه ان شاء الله. مزيان، نتمنى ان شاء الله يبان لكم الفرق واضح، راه زوين بزاف. ماشي غنقول لكم غادي يعطيكم يعني واحد نتيجه مبهره في اول استعمال، ولكن كيبان الفرق. وضروري يا البنات ضروري تستعملوه وتداوموا عليه حتى تلقاو النتيجه ان شاء الله اللي غادي ترضيكم. وضروري يا البنات تنعاودها وناكدها، ضروري من المرطب. الا ما كانش المرطب يعني لا الوجه لا الجسم ديالنا كامل، راه ما كاين والو، ما كديروا والو، حيت البشره ديالنا حتى هي تتغذى من داك الزيوت والمرطب. وبالنسبه للبنات اللي كيسولوني على الغسول اللي كندير، انا كندير هذا والصابون ديال الحجره زوين، انا كندير هذا ووافقني. يعني هذه ثالث وحده خديتها، صراحه زوين هذا الغسول هذا لتفتيح البشره، وهذا كنستعمله كمرطب. هذا كيقولوا يعني واقي شمسي، ولكن ماشي شي واقي شمسي نيت، الا كانت يعني المدينه فين ساكن فيها الشمس بزاف ولا هذا ما يصلحش، غير المرطب يعني كليرانت كليش. كل ما كيعرفوا كاين الغسول ديالو كاين الصابون ديالو، كنديرو كمرطب ليديا ولا سميتو، وما عندوش شي ثمن اللي هو غالي بزاف. صراحه زوين، وتنتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وتردوا لي الاخبار الى فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله.